بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم المفتوح، إدارة المشروعات والمنظمات التعاونية، المستوى الرابع، فصل أول، إعداد الدكتورة إكرام محمود أحمد جمعة. المحاضرة الأولى، الوحدة التعليمية الأولى، فهم التعاونيات والاتجاهات المعاصرة لتطويرها. تعريف التعاونية وأهم خصائصها. تشترك التعاونيات في عدد من الخصائص. نمرة 1، تجمع بين الأعضاء مصلحة مشتركة واحدة على الأقل. نمرة 2، يسعى المنتسبون إليها لتحقيق هدف ويتمثل في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عبر أنشطة مشتركة. نمرة 3، يستثمر الأعضاء ملكية مشتركة تدار بصورة مشتركة وتوفر إدارتها لهم السلع أو الخدمات. ومهما يكن حجم هذا الكيان وأنشطته، فإنه يستعمل موارد الأعضاء من أجل إنتاج السلع وتوفير الخدمات. أنواع الجمعيات التعاونية وأهميتها. يمكن تقسيم الجمعيات التعاونية إلى الأنواع التالية. نمرة 1، الجمعيات التعاونية للتوريد. يتضمن هذا النوع من التعاون شراء مستلزمات الإنتاج التي يحتاج إليها المزارعون الأعضاء بالجمعية من الأسواق بالجملة وتوزيعها على المستفيدين تحت شروط خاصة. وتمتاز عملية الشراء بالجملة بقدرة المساومة على شراء المستلزمات بأسعار مناسبة وتوزيع هذه الميزة على الأعضاء المشتركين، مما يساعدهم على تحسين ظروفهم الاقتصادية وبالتالي رفع مستوى دخولهم. وقد شملت نشاطات التوريد كل مستلزمات الإنتاج والحصول على التقنية المتطورة وعلى شراء الآلات. النوع الثاني، الجمعية التعاونية الإنتاجية، وهي الجمعيات التي يؤسسها الأعضاء بصفتهم منتجين زراعيين أو صناعيين أو حرفيين. وفي هذا النوع من الجمعيات يتم توزيع صافي الأرباح بحسب ما يقدمه كل عضو من حصص في رأس المال أو ما قدم من المواد الأولية. ويمكن أن تكون جمعية إنتاجية زراعية، جمعية إنتاجية صناعية، جمعية تعاونية حرفية. النوع الثالث من الجمعيات التعاونية، الجمعيات التعاونية التسويقية. ولقد نجح كثير من المزارعين في تطوير إنتاجهم الزراعي، بحيث لم تعد عملية الإنتاج تشكل لهم مشاكل تذكر، وإنما اتخذت المشاكل أبعادا جديدة تتلخص في عملية التسويق لمنتجاتهم الزراعية. وقد أدت الأزمات التسويقية وتطور النظم التكنولوجية التسويقية والرغبة في التركيز على الأنماط التجارية والتسويقية إلى التوسع في نشاطات التعاون التسويقي الذي عزز الحماية لمصالح صغار الفلاحين من فوضى السوق واستغلال التجار والوسطاء لجهودهم وعرقهم. أما أهم الخدمات التي يمكن للأعضاء الحصول عليها من الجمعيات التسويقية فهي المساومة الجماعية والبيع بالجملة بما يضمن السعر والدخل المناسبين للمزارع، التصنيف والتعبئة الجيدة ما يساعد على تحسين نوعية الإنتاج، التوزيع الأمثل لبعض المنتجات الزراعية على مدة زمنية مناسبة لتجنب حدوث إشباع في السوق وهبوط الأسعار والإضرار بمصالح المزارعين. ويمكن الرجوع للكتاب في تفاصيل هذا الموضوع. حصول المزارع على كامل حقوقه من جراء بيع محصوله نتيجة للحرص المبذول من قبل التعاونية لضبط الأوزان والحسابات، توفير أرباح تجار الجملة والوسطاء لصالح المزارعين، وتخفيض تكاليف التسويق، الحصول على الخدمات التسويقية بسعر التكلفة، وتزويد الأعضاء بالمعلومات التسويقية التي من شأنها خدمة عملية التسويق. النوع الرابع من الجمعيات، وهي الجمعيات التعاونية الخدمية، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية للإسكان، الجمعيات التعاونية للإدخار، الجمعيات التعاونية للتأمين، الجمعيات التعاونية للنقل، الجمعيات التعاونية للتسليف، الجمعيات التعاونية الخيرية. أهمية الجمعيات التعاونية. يمكن ذكر بعض النقاط توضح أهمية الجمعيات التعاونية، ومن أمثلتها زيادة المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة، تحقيق التآزر والتماسك بين الأعضاء في كل جمعية تعاونية، وتعميق الولاء، مما يزيد ويؤكد تحقيق التعاون والمشاركة الوجدانية والمادية من أجل تحقيق الأهداف الفردية والأهداف التعاونية العامة. 3. تطوير المفاهيم الديمقراطية عن طريق انتخاب مجالس الإدارات وتشكيل اللجان والعمل بها، ومن خلال التوزيع العادل للإنتاج والخدمات.
أربعة فتح مجالات جديدة للاستثمار وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود من المشاركة في قفزات جديدة للاستثمار. خمسة تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون أكثر من ثلثي السكان في المجتمعات النامية. ستة المساعدة على القضاء على البطالة في المجتمع، خاصة وأن متطلبات المجال التعاوني للقوى البشرية كبيرة جدا. المبادئ السبعة للتعاونيات: المبدأ الأول العضوية الطوعية المتاحة للجميع. التعاونيات منظمة طوعية مفتوحة أمام جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدماتها دون تمييز من منظور الجنس أو الوضع الاجتماعي أو العرق أو الدين. معنى ذلك أن أي شخص عنده الرغبة في أن يكون عضو في الجمعية لا يوجد أي مانع من ذلك. المبدأ الثاني وهو ديمقراطية الإدارة والمراقبة، وتنشأ عملية ديمقراطية. ألف الديمقراطية التعاونية داخل التعاونيات، وتقوم على جملة من المبادئ: الحق الكامل لكل من أعضاء المنظمات في انتخاب من يمثلنه في المستويات الإدارية، الانتخابات الدورية لمدد متقاربة حرصا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء للمشاركة في تلك المراكز القيادية، رفض فكرة نيابة شخص عن شخص آخر، تحديد الحد الأقصى لمجموع ما يمكن أن يمتلكه العضو من أسهم أو عناصر إنتاجية حرصا على عدم استغلالها والسيطرة عليها، تحديد المسؤولية لكل فرد ولكل مستويات القيادة، الحق المطلق لأعضاء التعاونيات في حجب الثقة عن أي عضو في المستويات القيادية قبل انتهاء مدة الانتخاب، وذلك لوضع هذه المستويات تحت الرقابة، الدعوة إلى ممارسة النقد والنقد الذاتي، تكامل الرقابة والإشراف والتوجيه بين كل من مجلس الإدارة والمستويات القيادية وأعضاء الجمعية، التأكد من موافقة نسبة كبيرة من الأعضاء عند إحداث تغيير جذري في نظام الجمعية ونشاطها. النقطة الثانية المتعلقة بالمبدأ الثاني ديمقراطية الإدارة، وهي المركزية الديمقراطية، وتهدف إلى الربط السليم بين أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأهداف التعاونية، إعطاء الدولة حق الإشراف والدعم وتوجيه أعمال المنظمات، إعطاء التعاونيات حق إبداء رأيها في ذلك التدخل والدعم، إعطاء الدولة حق إحداث التكامل والتوازن بين قطاعات الحركة التعاونية وقطاعات الاقتصاد القومي للدولة، إعطاء المنظمات التعاونية والاتحادات الإقليمية والمحلية السلطة في تغيير وتعديل مختلف جوانب حركتها. ويمكن الرجوع للكتاب في هذا الأمر من صفحة 153 إلى 155. المبدأ الثالث المشاركة الاقتصادية من جانب الأعضاء. الأصل في المنظمات التعاونية وخاصة جمعيات المستهلكين أن تقوم بتأدية خدماتها للأعضاء بسعر التكلفة، ولكن ثمة عدد من العوامل التي تفرض على الجمعية أن تقدم خدماتها بسعر السوق وأحيانا بأقل منه مع تحقيق بعض الأرباح التي يجرى توزيعها عادة على النحو الآتي: تكوين أموال احتياطية لمواجهة طوارئ المستقبل، دفع الفوائد على رأس المال، توزيع الباقي على الأعضاء بنسبة جهودهم في الجمعية أو بنسبة تعاملهم معها ومدى إسهامهم في تحقيق الفائض، ويسمى ما يدفع للعضو بالعائد. المبدأ الرابع الاستقلال الذاتي. التعاونيات منظمات للتعاون الذاتي تتمتع باستقلال ذاتي ويدير أعضائها شؤونها، وهي تعقد اتفاقات مع المنظمات الأخرى بما فيها الحكومات أو تسعى للحصول على التمويل من مصادر خارجية بشكل يضمن الرقابة الديمقراطية من جانب الأعضاء والاستقلال الذاتي للتعاونية. المبدأ الخامس التعليم والتدريب والإعلام. توفر التعاونيات لأعضائها وممثليها المنتخبين والقائمين على شؤون إدارتها ومستخدميها التعليم والتدريب اللازمين للقدرة على الإسهام الفعال في تنميتها وفي بناء المجتمعات الإنسانية على أسس سليمة وقوية، وهي تمد جمهورا واسعا من الشباب وقادة الرأي بشكل خاص بالمعلومات عن التعاون وفوائده. المبدأ السادس التعاون بين التعاونيات، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية: توحيد الإمكانيات المادية والبشرية التعاونية لمواجهة التكتلات الاحتكارية الكبيرة والمحافظة على بقاء الحركات التعاونية، سهولة تقديم المساعدة والدعم للحركة التعاونية وتطويرها ماديا وأدبيا وسياسيا واجتماعيا.
التكامل بين التعاونيات في الأنشطة المختلفة وفي تقديم السلع والخدمات في مجال الإنتاج والاستهلاك والخدمات. المبدأ السابع الالتزام بتنمية المجتمعات المحلية. تسهم التعاونيات بنشاط في التنمية المستدامة لمجتمعاتها المحلية عبر سياسات يقرها أعضائها. الشروط الواجب توافرها لإنشاء التعاونية وضمان استدامتها. لأول حاجة، من الضروري للتعاونية أن تحقق فوائد واضحة وملموسة اقتصادية واجتماعية للأعضاء، ولا يمكن للتعاونية أن تصبح منظمة تعاون ذاتي ومستقلة ذاتيا إلا إذا استطاعت العمل كمؤسسة اقتصادية عازمة على النجاح في سوق تسودها المنافسة الحرة. النقطة الثانية، ينبغي أن يأتي على رأس التعاونية مدراء متمرسون نشيطون لديهم ما يحفزهم على العمل الفعال، قادرون على تخطيط وتنفيذ سياسات على صلة بعالم الأعمال، ويتعين أن يكون هؤلاء قادرين على توفير الخدمات والسلع التي يحتاجها الأعضاء، أخذين في الاعتبار مصالح هؤلاء وحاجتهم على السواء، إلى جانب الأهداف التجارية التي تبغي التعاونية تحقيقها. النقطة الثالثة، تعكس البنية الهيكلية للمنظمة وإدارتها مدى ما يتمتع به الأعضاء من قدرات، فإذا افتقر هؤلاء الأعضاء إلى القدرات الكافية والعوامل المحفزة، يصبح من اللغو الحديث عن النهوض بأحوال منظمات تعاونية أكثر تطوراً. النقطة الرابعة، يشارك الأعضاء بصفة منتفعين ومالكين، فالتعاونية منظمة تعاون ذاتي يشارك أعضائها في ملكيتها، ومن حقهم وواجبهم في آن واحد المشاركة في تحديد الأهداف واتخاذ القرارات والمراقبة والتقييم. ويمكن للأعضاء أن يكونوا منتفعين ومالكين في نفس الوقت، وذلك عن طريق المشاركة في تكوين الموارد، رأس المال للعمل المنتجات. نقطة تانية، المشاركة في اتخاذ القرار في الجمعية العامة والأقسام الفرعية ومجموعات العمل واللجان المتخصصة. النقطة الثالثة، المشاركة في الأرباح السنوية المحققة عبر ما ينالون منه كعائد وفوائد على رأس المال والإفادة من البنية الأساسية والخدمات المشتركة. ومن الشروط الأساسية لاستدامة نجاح التعاونيات، نذكر نقطة خامسة، وهي يتعين على التعاونيات شأنها في ذلك شأن شركات الأعمال أن تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف وهي تواجه حاليا وعلى الصعيد العالمي مهمة التكيف مع بيئة اقتصادية وسياسية جديدة ومع أحوال السوق ومتطلبات الأعضاء المتعظمة، ويعني هذا ضرورة تعلم طرق جديدة للإنتاج والتنظيم واعتماد سبل ترمي بشكل خاص إلى استدامة أو تنامي ولاء الأعضاء والتزامهم. الشرط السابع لاستدامة نجاح التعاونيات، يتضح من مشاركة الأعضاء بصفتهم عملاء أو زبائن ومالكين في آن واحد وفي إنشاء وإدارة تعاونياتهم، ضامنين بذلك قدرتهم على تلبية حاجتهم وتحقيق عائدات لهم، ولا يتمتع غير المنتسبين بهذه المزايا، ولا تعتبر بعض التنظيمات التعاونية استفادة غير الأعضاء من خدماتها أمرا مشروعا عندما يتيح ذلك وفرات في الشراء بالجملة وبكميات كبيرة، أو عندما يسهم في جذب منتسبين جدد للتعاونية، إلى أنه لا يحق لغير المتمتعين بالعضوية التدخل في شؤون الإدارة. المحاضرة الثانية، المشاركة في التعاونيات. يوجد العديد من صور المشاركة، منها ألف المشاركة السلبية أو غير النشطة، وفي هذه الحالة يتلقى الأعضاء المشاركون المعلومات عما يحدث، وهذا إبلاغ من طرف واحد تقوم به إدارة التعاونية دون مراعاة لآراء المعنيين المشاركين. في نوع آخر من صور المشاركة، به المشاركة للحصول على الحوافز المادية، بمعنى أن بعض الأعضاء يشاركون في العمل مقابل الحصول على المال أو أي حوافز أخرى، وتنتهي هذه المشاركة بانتهاء الحوافز. النوع الثالث من المشاركة هي المشاركة في إعطاء المعلومات وعقد المشاورات، وفي هذه الحالة يمكن للقائمين على شؤون الإدارة أو مجموعات البحوث التعاونية
استشارة الأعضاء دون أخذ آرائهم ورغباتهم في الاعتبار عند تحديد المشاكل ووضع الحلول لها. يعني يبقى الأعضاء مجرد وسيلة لجمع المعلومات منهم فقط. النوع الرابع من المشاركة وهو المشاركة التفاعلية، وهي المشاركة في تحليل الحالات ووضع خطة العمل التي تؤدي إلى تكوين تعاونيات جديدة وإلى تدعيم التعاونيات القائمة، ويمكن للمشاركين في هذا النموذج أن يسهموا في اتخاذ القرارات المحلية وأن يجدوا مصلحة لهم في المحافظة على كيان التعاونية والممارسات التعاونية. النوع الخامس من المشاركة وهو المشاركة القائمة على التعبئة الذاتية أو المشاركة الفاعلة، ويشارك الأعضاء في تنمية تعاونياتهم بأخذهم مبادرات مستقلة عن الإدارة، ويمكن للإدارة الاتصال بمؤسسات خارجية للحصول على الموارد والمشورة، ولكن الأعضاء يحتفظون بمراقبة استعمالها كما أنهم يستطيعون التحكم بالتخطيط وصنع القرار. المعوقات المقيدة للمشاركة، يمكن للواقع السياسي والهيكلي للسلطة حيث تعمل التعاونية على مستوى القطر أو المنطقة أو القرية أن يؤثر هذا الواقع السياسي والهيكلي للسلطة على الهيئات التي تدير التعاونيات، وأن تحاول في حال كون أفرادها أعضاء في هذه التعاونيات توجيه العملية التعاونية لمصلحتها الخاصة بأساليب غير مستقيمة وغير مشروعة. كيفية تقدير مستوى المشاركة داخل التعاونيات، يمكن رفع مستويات مشاركة الأعضاء بواسطة تغيير اللوائح الداخلية التعاونية أو بواسطة التدريب، ومع ذلك يمكن لظروف سياسية أن تحول دون إمكانية تطبيق أي من هذه الإجراءات. ثانيا، الإدارة بالمشاركة في التعاونيات، الإدارة الديمقراطية. إن طبيعة الأساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية للتعاونية في يد الجمعية العمومية الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيها والإدلاء بأصواتهم على قدم المساواة، وهذا ينطبق على الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها. وهناك مسائل معينة من اختصاص الجمعية العمومية وحدها، ويتضح ذلك فيما بعد. إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعياتهم التعاونية، وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلى قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية، فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها، بحيث لا تكون حركة جمعيتهم التعاونية مفروضة بواسطة سلطة خارجية، وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. الاتصالات الداخلية في التعاونيات، ويقصد بالاتصالات تبادل المعلومات بين الناس بما فيها الأفكار والأحاسيس والانفعالات والمعارف والمهارات. وسائط الاتصال، تجرى الاتصالات عبر قنوات كثيرة مثل الصوت والصورة والمذياع والتلفاز والكتابة والأدوات البصرية والحواسب وغيرها. ويمكن تقسيم طرق الاتصال إلى 3 أنواع: ألف طرق الاتصال الجماهيري، وهي اتصالات وحيدة الاتجاه أساسا مثل إذاعات الراديو والتلفاز والصحف والملصقات التجارية، حيث لاحظ أن هذه الوسائل لا تتيح الفرصة للمتلقين أن يردوا على المرسل. ب طرق الاتصال للمجموعات الصغيرة مثل الشرائح والفيديو والمخططات وغيرها من وسائل الإيضاح البصرية، حيث تتيح للمستقبلين الرد والتعليق. طرق الاتصال الفردية بين شخصين مثلا، وهي تعتبر من أقوى وسائل الاتصال، ويمكن أن تتم بواسطة الهاتف والبريد الإلكتروني، فهذه الطرق ثنائية الاتجاه
ولا تعني إمكانية الاتصال ثنائي الاتجاه أنه كذلك في الحقيقة، فقد تقتصر المحادثة على كونها بين شخص يصدر الأوامر وآخر يوافق عليها. مشاكل الاتصال في التعاونيات: إن القصور في وسائل الاتصال في المنظمات التعاونية يمكن ملاحظته من خلال ما يلي: عدم إتقان مهارة الإصغاء التي يتوجب على المسؤول أن يتقنها، عدم إتقان مهارة إدارة الاجتماع، عدم إتقان مهارة إدارة النزاعات التي تنشب بين في اللقاءات الموسعة مثل دورات التدريب في التعاونيات، كيفية معالجة الشكاوي والتظلمات التي يعانيها الأعضاء والمستفيدون من الخدمات. ويوجد العديد من المشاكل الشائعة عن الاتصالات في التعاونيات، ومن أمثلتها احتكار المعلومات ذات الفائدة المشتركة من قبل مجموعات فرعية في التعاونية مثل المدراء، أعضاء مجلس الإدارة، فرق العمل الخاصة. كذلك مشاكل ناتجة عن انعدام الشفافية في عملية صنع القرار، جهل حاجات الأعضاء ومصالحهم، عدم كفاية الاتصال بين الأعضاء بسبب الاختلاف الكبير في الخلفيات الثقافية والاقتصادية. الاتصال وحيد الاتجاه المفتقر إلى آليات الرد على المعلومات من القمة إلى القاعدة. خوف الأعضاء من رؤسائهم، الأقلية الصامتة، نقص مرافق الاتصال. المحاضرة الثالثة: الوحدة التعليمية الرابعة، إدارة المجموعة التعاونية. أولا، تطوير القيادة داخل التعاونية. 1- تكوين مجمع للمواهب الإدارية بالتعاونية، ويتعين على قادة التعاونيات الالتزام بتطوير أعضاء يتميزون بروح التفاني والفعالية في العمل، بحيث يتمكنون من إدارة التعاونية. 2- مميزات المسؤول الجيد بالتعاونية. تتمثل نقطة البداية لأي مسؤول منتخب في الالتزام المطلق تجاه التعاونية والقدرة على الإيحاء بالثقة، ويقع عليه أن يبرهن عن معرفة أساسية بوظائف التعاونية، وأن يبدي وفقا لذلك تفهما لطموحات الأعضاء والتزاما بتلبية متطلباتهم، ويتوجب عليه كذلك محاولة نقل تلك الطموحات إلى القائمين بإدارة التعاونية. ويقع على المسؤولين بالتعاونية كذلك المحافظة على جعل الأعضاء يركزون على تحقيق أهداف التعاونية. تعزيز التلاحم وروح التعاون داخل الفرق. التعبير عن المساندة والتقدير لجودة الأداء، والقيام في الوقت ذاته برصد التقدم والاعتراف بضرورة التغيير عندما تتطلبه الظروف. ويجب على كل فرد في مجلس الإدارة وكل مدير لمجموعة عمل التركيز على موقف مشترك من رؤية المنظمة، فهم واضح للأغراض الرئيسية للمنظمة، وصياغة استراتيجية ملائمة لإنجاز هذه الأهداف، التوصل إلى معرفة عملية جيدة بالتعاونية والأسواق التي تنشط فيها، ورصد الاتجاهات والتطورات في مجالات الأعمال ذات الصلة، إدراك ما يترتب على كل عضو في مجلس الإدارة بما في ذلك المسؤوليات تجاه الأعضاء والأطراف الأخرى والمخاطر والعقوبات المترتبة على الإخفاق في الاطلاع بالمسؤوليات، فهم عملية التوصل إلى القرارات وتسجيلها وتنفيذها ورصد نتائجها، حسن الاطلاع على المعلومات الأساسية للشؤون المالية والمراقبة بغية الإفادة منها في عملية صنع القرار، والقدرة على اختيار المؤشرات الرئيسية لرصد نتائج المشاريع في التعاونية، الاطلاع بدور فعال في عملية التخطيط الاستراتيجي ورصد التقدم المحرز مقارنة بالخطط الموضوعة. دور القيادة في تحسين عملية صنع القرار بالتعاونية: في حالة وجود تشابه كبير في خلفيات وتجارب أعضاء المجموعات، قد تأتي آرائهم ومفاهيمهم متشابهة للغاية، بحيث يرى جميعهم حلا وحيدا للمشكلات، وقد يفيد في مثل هذه الحال الطلب من مجموعات فرعية أخرى أو من أشخاص من خارج التعاونية المشاركة في المناقشات والاعتراض على بعض الآراء، إذ يمكن للآراء الخارجية أن تحسن من عملية صنع القرار بضمانها النظر في أكثر من خيار وحيد.
ثانيا مستويات الإدارة في التعاونيات. أول مستوى الجمعية العمومية للمساهمين، وهي أعلى قمة للإدارة في الجمعية التعاونية، حيث يتم فيها التصويت الحر المباشر على المقترحات أو الموضوعات المطروحة، ويتخذ القرار بناء على نتيجة الأغلبية المطلقة في الأصوات، ويتعين على جميع المساهمين الأعضاء الحاضرين الإدلاء بآرائهم، وعلى الذين لا يوافقون إجماع الرأي رأي الأغلبية الامتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي الأقلية. والجدير بالذكر أن لكل مساهم صوت واحد مهما بلغت عدد أسهمه، على عكس الشركات المساهمة، وهذا يعكس ديمقراطية العمل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مهما كانت عدد الأسهم. المستوى الثاني مجلس الإدارة، فإن الجمعية التعاونية هي ملك للأعضاء الذين يتساوون جميعهم في المشاركة في إدارة شؤون الجمعية التعاونية، ومع ذلك فإنه ليس من المعقول أن يقوم كل عضو بإعطاء توجيهات في جميع الأمور، كما أنه من غير الممكن للأعضاء أن يعقدوا اجتماعات في كل ما يجب أن يعمل ومن لا يعمل في كل وقت لتوجيه النشاط اليومي في الجمعية. وحتى لو كان ذلك ممكنا، فإن الاجتماع العام لا يصبح مجالا للمناقشة لكل المسائل التي تتعلق بسير الجمعية بصورة مفضلة. ولهذا السبب تعمل كل جمعية على انتخاب مجلس للإدارة من عدد محدود من أعضائها. من السهل أن يجتمعوا فيما بينهم من وقت لآخر لمناقشة المسائل التي تعرض عليهم بواسطة الأعضاء التنفيذيين أو موظفي الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، لكي يتخذوا قرارات بشأنها ويصدروا توجيهاتهم للموظفين عموما لإدارة أعمال الجمعية وفقا لما نصت عليه اللوائح الداخلية وتوصيات الاجتماع العام. واجبات مجلس الإدارة: الإشراف على أداء الجمعية لتحقيق أهدافها، ويتضمن ذلك رسم السياسة التي تحقق هذه الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجمعية، تمثيل الجمعية نيابة عن المساهمين مع كافة الأطراف في علاقات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها، التقاضي والمثول أمام السلطات الأمنية والجنائية والمدنية والمحاكم فيما يتعلق بأعمال الجمعية، اتخاذ القرارات في اجتماعات دورية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس في الموضوعات ذات الصلة بأهداف الجمعية. ويتكون مجلس الإدارة في أغلب الحالات من الرئيس ونائبه، السكرتير ونائبه، أمين الصندوق ونائبه، أمانات المجلس مثل أمانة للعلاقات العامة وهكذا، وحسب ما تقتضي أعمال الجمعية. المستوى الثالث الإدارة التنفيذية، وهي مجموعة العاملين ويشمل طاقم العمل المهني المحترف الذي يعمل بأجر في مجالات تخصصات الإدارة التنفيذية التعاونية، ويشمل شاغلي وظائف أهمها: المدير التنفيذي وسكرتارية له، مدير المشتريات وموظفي المشتريات، مدير المبيعات ووظائف المبيعات، مدير المخازن ووظائف المخازن، مدير الإنتاج ووظائف الإنتاج، إضافة إلى وظائف عمالية مثل الغفر، الغفراء والفراشين والسائقين والمراسلين. ثالثا إثارة اهتمام أعضاء التعاونية وترغيبهم. مستوى مشاركة الأعضاء داخل التعاونية مرهون إلى حد كبير بالأثر اليومي لهذه التعاونية على أعضائها فردا، فإذا أخفقت في توفير ما يحتاجه الأعضاء ويتوقعونه يتعرض مستقبلها للخطر، ويمكن للتعاونيات أن تسير على غير تخطيط سليم لسنوات قبل أن تتدهور أوضاعها ويقضي عليها تماما، إلى أنه لا يمكن لأي تعاونية ناجحة أن تظل على قيد البقاء إذا لم يكن مسؤولوها قادرين على التجاوب مع مشاعر الأعضاء ورغباتهم. ويمكن في التعاونيات الصغيرة الإلمام بما يفكر فيه الأعضاء ويخشونه عبر التنقل في أرجاء التعاونية مرورا بمراكز أعمالها والتحدث إلى الناس على جميع المستويات. رابعا ظاهرة الانتفاع الاستغلالي من التعاونية. تتزايد فرص الانتفاع الاستغلالي عندما تصبح التعاونية كبيرة، عندها يحاول بعض الأعضاء جني أكثر ما يمكن دون المساهمة بنصيب عادل، ويرجع نمو هذا الخطر بنمو حجم التعاونية إلى ثلاث ظواهر رئيسية. أول حاجة تصبح العلاقات بين الأعضاء لا تتسم بالطابع الشخصي. الحاجة الثانية لما تفقد التعاونية نسبيا تأثيرها على كل عضو،
مما يؤدي إلى ضعف الانتباه الذي يليه المدراء للأعضاء. النقطة الثالثة، يمكن لغير الأعضاء أن يوسعوا على حد كبير من حجم أعمالهم بشكل يستفيدون معه من موارد التعاونية على أوسع ما يمكن. الأعمال التي يمارسها غير الأعضاء، تتيح التعاونيات لغير الأعضاء الإفادة من خدماتها أحيانا. والسؤال المطروح هنا، هل يجب أن تشمل الخدمات التي توفرها التعاونية للأعضاء عادة أشخاصا لا يساهمون بنصيب في رأس المال ولا يتحملون قسطا من المخاطر؟ وقد كان هذا السؤال موضعا لجدل واسع منذ زمن بعيد، فقد حرمت بعض البلدان قانونا مثل هذا السلوك، في حين سمحت به بلدان أخرى دون أي قيد أو تبعا لنسبة معينة من مجموع رقم الأعمال. وكذلك الأمر بالنسبة للنظم الضريبية المحلية التي تعاملت مع التعاونيات بأشكال مختلفة رهنا بتعاملها أو عدمه مع غير الأعضاء. النقطة الثالثة، استيعاب آثار الانتفاع الاستغلالي. يمكن لتدني المشاركة الحقيقية من جانب الأعضاء وارتفاع عدد غير الناشطين بينهم أن يبلغ نسبة يصعب معها إيجاد أعضاء يطلعون بأدوار القيادة التطوعية ويساهمون في تسيير الأعمال التعاونية. في مثل هذه الحالات تواجه التعاونية مسألة ما إذا كان يجب عليها أن تتحول إلى هيئة تجارية، ويوجد العديد من البدائل لهذا الخيار. من بدائل هذه الخيارات عملية شطب منتظمة لأسماء الأعضاء غير الناشطين من سجل العضوية. في بديل آخر، الأخذ بنظام ثنائي للعضوية، كأن يحصل التصويت للناشطين من الأعضاء، إلا أن إدارة هذا النظام تتسم بالصعوبة، إضافة إلى أنها قد تحد من اندفاع باقي الأعضاء نحو العمل النشيط. إن في حاجة ثالثة، إنهاء العضوية بصورة آلية عندما يتخلى العضو عن مشروع أعماله أو يبلغ سن التقاعد. وتوجد في أيامنا هذه تعاونيات كثيرة تمارس هذه الخطة، وتتم أحيانا إعادة الأموال المحتفظ بها أو المدفوعة خلال فترة العضوية، وينص النظام الداخلي في حالات أخرى عندما يسمح القانون بمثل هذه الممارسة على دفع مبلغ سنوي أو شهري لمدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة بعد التقاعد من التعاونية. وهذه وسيلة تزيد من الرواتب التقاعدية للأعضاء السابقين وتمكن التعاونية من استعمال المال لفترة أطول. ويمكن كذلك أن تنتقل العضوية إلى وارث مشروع العمل رهنا بقبول كل الواجبات والحقوق المتصلة بالعضوية. خامسا، الارتقاء باقتصاديات أعضاء التعاونية. رغبة الأعضاء في الحصول على عوائد من التعاونية هو السبب الوحيد الأهم لتأسيسها، وينطوي هذا الأمل في تعاونيات الخدمات وفي التعاونيات الرامية إلى تحسين الأوضاع على السواء. على الارتقاء باقتصاديات الأعضاء وتوفير الخدمات التي تتطلبها حاجة الأعضاء وتكون غير متاحة في الأسواق، ويمكن للتعاونية توفيرها بأسعار ونوعيات وشروط أكثر ملائمة منها في الأسواق. وفي مجال الارتقاء باقتصاديات أعضاء التعاونية يمكن أن نتعرض لبعض النقاط. نمرة واحد، تنازع أهداف أعضاء التعاونية. يمثل تنازع مصالح الأعضاء بصفتهم زبائن أو عملاء وممولين في آن واحد الصعوبة الرئيسية أمام التعزيز الفعلي المستدام لاقتصادياتهم. فعلى سبيل المثال، وحتى في مجموعات الأعضاء المتجانسة نسبيا، يمثل الحصول على الخدمات بتكلفة منخفضة من جهة وضرورة نمو مشاريع التعاونية من جهة أخرى هدفين متنازعين. وبغية التوصل إلى اتفاق في الرأي في حالات تنازع الأهداف لابد من دراسة نتائج قرارات بديلة، ويتوجب اتخاذ القرارات استنادا إلى الحجج المقدمة أكثر منه على أساس المساومات أو الألعاب السياسية. النزاعات بين أهداف الأعضاء الاقتصادية والمؤسسة التعاونية قد تبرز مشاكل عبر المنافسة الطبيعية بين الإمكانيات الاحتمالية المحددة اقتصاديا وظواهر القصور لدى التعاونية من جهة وأهداف الأعضاء الأساسية من جهة أخرى. فمن جهة تتصل المصالح الرئيسية للأعضاء المتعاونين في الحصول على خدمات جيدة وأسعار مناسبة لحصيلتهم،
ومدخلات رخيصة الثمن، ويتوجب على التعاونية من جهة أخرى قبل أن يستطيع البت في تفاصيل الخدمات التي توفرها في أسعارها التأكد من الحفاظ على قاعدة كافية من رأس المال المملوك اللي هو أسهم رأس المال، وإلا ستصل على مرحلة إعصار إن لم يكن الإفلاس والتصفية، ويتطلب هذا بدوره متابعة عدد من الغايات الاقتصادية الأولية. ويمكن متابعة عدد من الغايات الاقتصادية الأولية مثل المحافظة على حصة من السوق أو توسيعها، خفض تكاليف التعاونية إلى حدودها الدنيا أو إلى مستوى تكاليف الجهات المنافسة المباشرة على الأقل، المحافظة على الطاقة الاقتصادية المتحققة، ضمان استمرار السيولة، المواصلة الدائمة للتحسينات، وكل ذلك بغرض النهوض الحقيقي والفعال بأحوال الأعضاء. وينبغي أن تتطابق أهداف الأعضاء وأهداف المؤسسة التعاونية، ومن شأن تحقق هذا أن يؤدي بطبيعته إلى نمو المشاريع الأعضاء وإلى تزايد كثافة العلاقات معهم في ميدان الأعمال وارتفاع عددهم وتزايد صفقات الأعمال مع غير الأعضاء. النقطة الثانية دور التجديد والابتكار. توجد سمة إمكانية احتمالية أخرى لتطوير التعاونية وتنميتها تتمثل في تطبيق أو دعم طرق ومدخلات ابتكارية تزيد من إنتاجية المشاريع الأعمال العائدة للأعضاء، وما إنشاء التعاونية سوى عملية ابتكارية بحد ذاتها، ومن شأنها أن تدفع الأعضاء المنتجين إلى إحداث تغييرات في اقتصادياتهم للإفادة من الفرصة الجديدة على أفضل وجه ممكن. وفي المنظمات التي تتمتع فيها الإدارة بوضع مستقل واضح، يتعين أن تحاول هذه الإدارة باستمرار اكتشاف تجديدات مثل التغييرات في الأسعار والتكاليف والتكنولوجيات الجديدة والمعلومات والأفكار الجديدة عن عمليات لخفض التكاليف التي تتسم جميعها بكونها مفيدة للأعضاء. النقطة الثالثة النجاح يؤدي إلى مزيد من النجاح. تشجع تجارب الأعضاء الإيجابية في مجال تلبية أغراضهم الخاصة عبر خدمات التعاونية على توسيع تعاملهم وتعامل أصدقائهم وأسرهم معها، بحيث تتراكم آثار الأنشطة التشجيعية والترويجية التي تأخذ في الاعتبار حاجات الأعضاء ومصالحهم وأهدافهم، وتزيد من استعدادهم لتوسيع العلاقات الوثيقة مع التعاونية. ومن شأن زيادة دخول الأعضاء المزارعين مثلا أن تمكنهم بدورها من زيادة مدخراتهم واستثماراتهم في حقولهم، الأمر الذي يشجعهم على الإفادة من القدرة الترويجية للتعاونية وإلى المزيد من الإسهام في تدعيمها عن طريق إسهامات مالية إضافية.